صباح الخير ونهاركم سعيد من الـ LBC لليوم الثلاثاء 26 أدار 2013. بغياب التفاهم قد لا تتشكل الحكومة في 15 سنة، لذا يجب أن يحصل الحوار قبل الاستشارات لنتفاهم على بعض الأمور الأساسية التي تسهل تشكيل الحكومة. هذا ما نقل عن الرئيس نبيه بري. بالمقابل أعلن الدكتور سمير جعجع أمس أن التذرع بطاولة الحوار مضيعة للوقت في ظل وضع اقتصادي ومعيشي أخطر من الوضع الأمني، مقدما أمثلة عن تجارب حوارية سابقة عقيمة واتفاقات أطيح بها كما إعلان بعبدة، وعنوانه الرئيسي النأي بالنفس عن الأزمة السورية الذي تعتبره 14 أذار قاعدة لبيانها الوزاري، أما قاعدة حزب الله فهي ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة. من جهته لا يعارض تيار المستقبل الحوار بعد استقالة الحكومة، أما الصيغ المقترحة للحكومة العتيدة فتتراوح بين حكومة حيادية من اختصاصيين وحكومة جامعة لكل الأطياف وما بينهما من صيغ. واليوم يرأس رئيس الجمهورية ميشيل سليمان وفد لبنان إلى قمة الدوحة، والعنوان البارز إلقاء معاذ الخطيب كلمة الشعب السوري، فماذا سيكون عليه الموقف الرسمي؟ ضيفنا اليوم في نهاركم سعيد النائب والوزير السابق عبد الرحيم مراد، ومعه نتناول الأوضاع في لبنان والمنطقة. أهلا وسهلا فيك بالLBC. شكرا بسام، الله يخليك. بدنا نشوف شوي حركة السير على بعض الطرقات كيف هي صباح هذا اليوم. عم نشوف أوتوستراد جوني في زحمة سير، وفي زحمة كمان قبل الكازينو لأنه في مناورات عم يعملها الجيش مع القوات البحرية الفرنسية، كمان في بعض التدابير الأمنية. صحيح شفناهن. ضغط سير كبير باتجاه بيروت. باتجاه بيروت كان. بعدنا عم نشوف أوتوستراد جونية وضغط السير باتجاه بيروت، ولكن باتجاه الشمال حركة طبيعية. عم نشوف منطقة الدورة جسر الدورة كمان ضغط سير باتجاه العاصمة، منطقة الكارانتينا وسط بيروت. هذه الصور من منطقة الدورة، يعني كل يوم نفس القصة. عم نشوف هون بولفار شارل الحلو، يعني اللافت انه ضغط سير بالاتجاهين، ضغط سير باتجاه منطقة الكارانتينا والدورة، والضغط سير باتجاه وسط العاصمة ايضا، بس طريق المرفأ عم نشوفها ما في عليها ضغط سير، كمان المرفأ الكارانتينا. ساحة ساسين بالاشرفية حركة سير طبيعية مع توقف عند التقاطع الرئيسي بساحة ساسين. شارع الحمراء حركة سير عادية جدا، ما في اي زحمة سير. طريق المدينة الرياضية المطار عم نشوف ضغط سير باتجاه نفق سليم اسلام، حركة طبيعية باتجاه المطار والمدينة الرياضية. كورنيش المزرعة حركة عادية، طبعا في تقاطعات واشارات في بصير في توقف عليهم. ساحة النجمة بمدينة صيدا كمان الحركة فيها طبيعية جدا. مع الوزير، يعني هل ستكون انت من الاسماء التي ستطرح لتولي الحكومة العتيدة أو لتولي رئاسة الحكومة العتيدة؟ ما في جواب على هذا السؤال، بس إنه تحصيل حاصل، يعني لما بال 2005 ترشحت. صحيح. أنا والرئيس مئاتي يعني منذ ذلك الوقت صار يطرح الاسم على أساس إنه مرشح من المرشحين. بس حسب الظروف، بتعرف إلى متطلبات، إنه بدك تجيب ال 65 صوت، وهو اللي بيجيبوا الواحد من اثنين، قوة من القوتين. الأستاذ وليد جبلاط الحزب التقدم الاشتراكي وجماعته هن اللي بيحددوا وين بياخذوا الأكثرية، لا يقدروا يوافق مع الأكثرية على اختيار الرئيس. وربما في شيء آخر كمان، يعني الأرثوذكسي، يعني أنا برأيي قصة الحكومة، يعني بعكس ما عم ينحكى إنه تعالوا نشكل حكومة ما قال الدكتور سمير جعجع، تعالوا نشكل حكومة وبعدين بنروح على الحوار. بدك بالأول تقول أي قانون انتخاب. هلا ما في محطة اسمها قانون الانتخاب، بدك تشوف اي قانون انتخاب بدك تعمل، بتشكل حكومة، اي حكومة، وطبعا حكومة ما يكونش مرشحين فيها، ما يكونش، بس بدها تكون سياسية. حسب الطائف ما بيجوز اي حكومة اسمها تكنوقراط ومش سياسية والى اخره، لانه كل الصلاحيات انحطت بالمسؤول الوزراء. بالتالي هاي لازم تكون الحكومة سياسية بامتياز، اي سواء كانت عشان الانتخابات، لاجراء الانتخابات او للحكومة العادية. فهلا اذا بتشكل حكومة على اي قاعدة، اي برنامج، شو بتعمل؟ بدك تقول له شو البرنامج اللي بتعمله بالاول. البرنامج اللي بتعمله بالاول قانون الانتخاب، بتتفق على قانون الانتخاب، وبعد في وقت بتتفق على قانون الانتخاب، بتروح على تشكيل حكومه، بتروح على تشكيل حكومه بكل بساطه. بصير اي واحد يطرح اسمه بيمشي بال، وطبعا صار عرف تقريبا، شبه عرف، انه ما يكونش مرشح للانتخابات الرئيس الوزراء، والوزراء ما يكونش مرشحين للانتخابات. اي بتجيب مجموعه من الشخصيات اللي سياسية، شخصيات سياسية، وبفوتوا. يعني قبل مرة الرئيس مئاتي
ما كان مرشح للانتخابات ترشح ومتول صحيح. فهون انا بقول انه ما نحاول يعني يمكن الدكتور جعجع بيقول انه عبثا الحوار، بس المشكله كيف بدك تصل لنتيجه اذا ما كان في حوار. رئيس بري عم بيقول اذا ما اتفقنا قبل تشكيل الحكومه بتروح في 15 سنه لنشكل حكومه. مزبوط انه اذا بدك تتفق، اذا مش متفق انت لا على قانون الانتخاب ولا على الوضع الامني، يعني بتعرف في قصه اشرف ريفي على سبيل المثال، واحده من القصص اللي هو اشرف ريفي. طيب شو بدك تعمل انت عم تقول بدك تشكل حكومه، اي حكومه وشو برنامجها المستقبلي؟ شو بدك تعمل؟ شو بالنسبه لقانون الانتخاب وهو استحقاق موجود؟ صحيح. هلا ربما يكون في شيء من القصص هذه تمييع الامور عشان اجل الانتخابات سنتين، هيك عم نحكي سنتين الانتخابات. انا بقول هذا كمان بزيد الطين بله، يعني ما بيجوز بهذا الوضع اللي نحن فيه وهيبه الدوله وهيبه المؤسسات ضعف اتجاه الراي العام، ما عادش وثق بشيء الراي العام. المؤسسات الامنيه، المؤسسات السياسيه، المؤسسات القضائيه، كل المؤسسات صار ما عادش لها هيبه كبيره. واذا جينا اجلنا الانتخابات كمان بتزيد الطين بله. ويمكن هي المشروع الامريكاني بعتقد. لانه لما تحركت كونيلي مؤخرا، تحركت كونيلي وزارت الرؤساء الثلاثه ثم صارع الرئيس فخامه الرئيس ميشيل سليمان ودوله الرئيس مئاتي صارعوا واعلنوا عن هيئه الاشراف على الانتخابات، انه بدنا نروح على الانتخابات، هيئه الاشراف اللي بدنا نروح على الانتخابات عليها قانون 60. بقول لك ما 60 بنكون عارفين انه مات، او المفروض انه كل الناس قالت عنه مات وكل الاطراف قالت عنه مات. عشو عم تعمل القصه هذه؟ سني قالوا انه ما عندنا بديل نحن. في اخر شيء العمل بديل من اللجان المشتركه انه القانون الارثوذكسي. الاقتراح الارثوذكسي. وهذا هم بيقول الرئيس بري انه انا مستعد اعمل جلسه عامه واطرح القانون الارثوذكسي كبند اول. قبل ما ارجع احكي عن مساله الانتخابات، حكى مع حضرتك شيء يعني بامكانيه انه مثلا تسمى لترأس الحكومه ولا ما حدا حكى معك؟ لحد هلا ما حدا حكى مع حدا. منتظرين عوده فخامه الرئيس من الدوحه، ومنتظرين يمكن غبطه البطرك بده يعمل كمان لقاء ثاني، يمكن عمل لقاء ثاني اول بعد ما اجى من روما. من روما صحيح. بناء لاتفاق اتفقوا مع بعضهم البعض، الرئيس مئاتي والرئيس بري وغبطه البطرك ومندوب عن فخامه الرئيس. واتفقوا على اساس انه غبطه البطرك يعمل لقاء مع المسيحيين، مع القيادات المسيحيه. عمل اللقاء الاول ما بعرف شو يعني لوين وصلوا فيه، لكن مثل ما سمعنا انه اجل كمان لمده اسبوع. هي يعني غبطه البطرك له دور مهم جدا اذا ممكن يصلوا لاتفاق، القيادات المسيحيه يصلوا لاتفاق فيما يتعلق بقانون الانتخاب. بيساعد كثير الفريق الاخر، يعني الرئيس بري بيقول من زمان كان عم بيقول ما يتفق على المسيحيين. اتفقوا على اللقاء الارثوذكسي. اتفقوا على اقتراح اللقاء. بس بده يبقى، بس ما راحت الامور على الهيئه العامه لحديت هلا. اذا راحت على الهيئه العامه الدكتور جعجع بده يضل مع القانون الارثوذكسي ولا لا؟ حيحطوه امام امر واقع. يعني ما بعتقد انه الدكتور جعجع مش هيئه انه يعني غير الهيئه، يعني من تصريحه غير، كان عم بيقول بالعكس تعال نشكل حكومه. هلا المشكله صارت بالحكومه هلا. الحكومه لا، انا برايي المشكله بقانون الانتخاب. لا، انه المشكله الانيه، المشكله الانيه مطروحه انه بدايه تشكيل الحكومه، انه اليوم بحكومه تصريف اعمال ما فيك تعمل انتخابات، وبقانون الستين ما فيك تعمل انتخابات. لا بس ما فيك كمان تشكل حكومه بدون ما تقول اي قانون انتخاب. يعني هم بيت القصيد كله يعني. طيب برايك رئيس الجمهوريه اين يقف يعني بي 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 من 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 هذه الطروحات؟ ناس بدها الحكومه قبل الحوار، ناس بدها الحوار قبل الحكومه. شوف، من فتره التقيت بفخامه الرئيس وكان عم بيقول لي انه انا طرحت انه اي قانون انتخاب لازم يكون منبثق من روحيه الدستور، من روحيه الطائف، يعني نسبيه. قال لي بهنيك على هذا الموقف، وانا بالتالي هذا موقفك. قلت له انا فخامه الرئيس، انت هذا موقفك؟ قال نعم لازم يكون منبثق. وهني والدليل على ذلك انه مؤمن فخامه الرئيس بهذا الموضوع، انه طرحوا مشروع الحكومه موافق عليه. مشروع الحكومه هو 13 دائره على قاعده النسبيه الكامله، لكن للاسف الشديد لا فخامه الرئيس دفع عنه، ولا دولة الرئيس مئاتي، ولا الوزراء، ولا الحكومة، لا حدا دافع عنه، تركوه يتيم وزتوه. لما فخامة الرئيس بيوافق هو الرئيس مئاتي على تشكيل هيئة الإشراف وبدون ما يكون في قانون الانتخابات، يعني كأنه يريد أن يقول الانتخابات ممكن تجري على قانون الستين. وهذا تضارب، يعني تضارب موقفه غريب. يعني موقف فخامة الرئيس اللي قال لا مش الستين ولازم يكون منبثق من روحية الدستور، الستين متعارض، كل التعارض مع جوهر الدستور اللي هو بيعتمد النسبية.
يعني رئيس الجمهورية كان هو من أبرز يعني الداعين إلى طاولة الحوار، ورجع كرر الدعوة، وبالبداية قاطعت قوى 8 أدار، جاء قاطعت قوى 14 أدار. اليوم برأيك هاتان يعني القوتان رح يكون عندهم يعني هذه المسؤولية الوطنية الكبيرة ويجوا يقولوا رح نقعد على طاولة حوار لحتى نتفاهم ونوصل على حل؟ شو عنوان الحوار بده يكون؟ بده سياسة دفاعية ولا قانون الانتخاب؟ اليوم إذا السياسة الدفاعية مثل ما كان بالسابق بتعرف الخلاف، بس السياسة الدفاعية ما رح يوصلوا تماما. هلا بقانون الانتخاب، فإذا تشكيل حكومة سلي واحدة ببندين أو ثلاث بنود، المفروض عنوان الحوار انه تعالوا نقعد نتفق على قانون الانتخاب ونتفق على الحكومه بنفس القعده ونتفق ان يتم الانتخابات بالموعد المحدد 9 نيسان او 9 ايار او 9 يعني تاجيل تقني ساعتها بيصير تماما. هيك المفروض. طيب. اذا بدهم يعملوا حلحله على الساحه اللبنانيه، واذا بدهم يعملوا يعيدوا هيك يعني نوع من الهيبه لمؤسسات الدوله، يقولوا بعد في خير، بعد في شيء الدوله فيها تعملوا. طيب قبل ما كمان ارجع فوت بك تفاصيل كل هذا الموضوع، بعد في تساؤلات عند الناس انه لماذا استقال الرئيس ميقاتي؟ السبب المعلن انه المساله اللي لها علاقه باللواء ريفي بس، ولكن يعني كان في قصه يمكن دراماتيكيه اكثر وقت اغتيال اللواء وسام الحسن، ولم تدفع الرئيس ميقاتي للاستقاله، لماذا برايك استقال الرئيس ميقاتي؟ انا بعتقد انه اخطا الرئيس ميقاتي بتوقيت استقالته بهذا الشكل، واخطا ايضا باعتماده هذا السبب، يعني السبب الواهي الحقيقة أنه تمديد للواء ريفي. والحقيقة لا، بدك تشوف زيارة كونيلي المقدمة بزيارة كونيلي مؤخرا وطلعت هيئة الإشراف، بدك تشوف زيارة الرئيس أوباما للكيان الصهيوني وللأردن وعم بيجهزوا شيء بالنسبة لسوريا أو بيجهزوا شيء بالنسبة للمنطقة، وبالتالي مصالحته للأتراك بين الأتراك وإسرائيل كمان مصالحته بالموضوع هذا. وبدك تشوف انه في هجمه على حزب الله من انه مره باوروبا مش عارف وين، انه قالوا في واحد حزب الله مشارك ببرغاس وبقبرص باثنين سوا ببلغاريا، وحكوا السعوديه لقطوا واحد كمان، وبعدين قال الرئيس اوباما لا نريد حزب الله داخل الحكومه اللبنانيه. يعني بدك تشوف القصه هيدي وتشوف، انا برايي انه في املاءات خارجيه وفي ضغوطات خارجيه، والدليل رسام. يعني هلا استقال الرئيس ميقاتي، لما نزل من مجلس الوزراء، لما نزل من مجلس الوزراء ونازل على اساس انه طلعت بالاعلام انه جاي عم بجهز استقالته مش هيك؟ ما حدا اتصل فيه، لا سفير روسيا ولا سفير امريكا ولا سفير فرنسا ولا سفير بريطانيا ولا حدا، وقالوا له لا. تذكر من 3 اشهر او لما كان بده يستقيل المره الماضيه، وقت اجوا بانكيمون والصفراء كلهم، اول مره بتاريخ لبنان، اول مره بتاريخ العالم بيطلعوا كل الناس اللي عند فخامه رئيس الجمهوريه وبيدوروا على شو اسمه، لا ما في استقاله وش اسمه. فاذا في شيء ايحاء دولي، ايحاء خارجي، ايحاء امريكي هو وراء استقاله الوزاره. يعني انت برايك الرئيس ميقاتي خضع لاملاءات خارجيه او استجاب لاملاءات خارجيه؟ انا برايي مش سهله اذا طلب منه هذا الموضوع، مش سهله. يعني هو مش عنتر بن شداد، هو عنتر بن ميقاتي، في فرق بين عنتر بن شداد وعنتر بن ميقاتي. يعني هلا طب بس مش ممكن مثلا يكون كمان في اسباب داخليه دفعته للاستقاله؟ لا، انا كل الاسباب الداخليه اللي على راسها اللي او اهميتها هي قصه اشرف ريفي، ما بعتقد انه هذا السبب. لا، مثلا في قصه مساله النائب النفس، يمكن لقى بالاخر انه هذه الحكومه ما فيها فعلا نائب النفس، ناس مع النظام السوري للاخر يقاتلون الى جانبه، وناس ضد النظام السوري للاخر يشجعون ربما على القتال ضد النظام. يقاتلون الى جانبه، اجت حجه مؤخرا من شي شهرين صارين قال انه حزب الله عم بيقاتل بالقصير او مناطق شيعيه، 10 قرى شيعيه، 11 قريه شيعيه موجودين بضواحي حمص وعم يقاتل فيهم حزب الله. بس من اول الازمه بسوريا في يعني طلع الوزير الدفاع فايز غصن بمؤتمر صحفي وقال انه في قاعده بجرود ارسال، مش بارسال، مش بالمدينه، انه صاروا يروحوا على المدينه في شيء عندكم هنا شباب؟ لا ما في بالمدينه، لا ما في شيء، وما له دخل اهل ارسال. 32 كيلومتر طول الجرود ارسال، 70 كيلومتر، طيب محطوطه في قاعده هونيك، وقال وزير الدفاع موجوده والجيش صور وقال موجوده هذه القاعده، وهم تهرب سلاح لمدينه قاره لبلده قاره بالمقابل، يعني مقابل المنطقه هونيك في قاره معروف، يعني اسس معروف. اضافه لانه راح ناس على تل كلخ 25 واحد ولا مش عارف دائما من الشمال مش هيك، راحوا بعدين حب الله اثنين كمان اللي صار. يعني في اثباتات اكيده واضحه انه في تدخل عسكري مع الجيش الحر ومع المقاتلين بسوريا، بس انه حزب الله يعني ما بعرف دقتها، يعني يمكن مزبوط راحوا لما انعملت مزرعه 150 واحد 150 شيعه فاتوا على بيوتهم واحد واحد ذبحوهم،
يعني القصة يعني يمكن دفعوا هاي بس قدام منصور اللي ارتكب هذا. طيب نائب النفس ما كيف فخامة الرئيس عم بروح يقعد إلى جانب ممثل سوريا اللي اليوم لنشوف إذا راح يقعد يمكن يترك يمكن ينسحب لبنان من الـ من الـ من الـ إذا سحب إذا سحب الجلسة إذا سحب أو يمكن ما يحضر فخامة الرئيس من بر الحكومة اللبنانية إنه نائب بنفسه مضبوط. بس كمان يعني وزير الخارجية يعني مثل ما بيقول امبارح الدكتور سمير جعجع إنه بعد 100,000 قتيل سقطوا في سوريا وزير الخارجية في لبنان يطالب بعودة يعني مقعد سوريا للنظام القائم في سوريا. بس هذه هرطقة مش مقبولة أبدا. مش ملك بينوا يقولوا سوريا عربية أو مش عربية أو عضو مجلس جامعة الدول العربية. في إملاءات أمريكية عليهم عملت هاي. شو هالحكي إذا قال عدنان منصور قال نحن كنا بنتمنى أنه ما تكون مطرودي ونكون هون ونضغط عليها عشان نعمل نصر لحالنا أنا وياها. منزعج برأي الرئيس مقاتل من هالموقف؟ بالزمانات كان ينقال لجمال كان جمال عبد الناصر كان بالزمانات ينقال له وكثار يعني أنه قطعوا العلاقات مع أمريكا. ما في مصلحة بقطع العلاقات مهما كانت الثمن. إلك مصلحة ظل مستمر في خيط معين رغم كل الأداء بينك وبين أي دولة. ظل إلك علاقة لتقدر تحكي معه ويحكي معك وظل في فتح للحلول. غلط أكبر خطيئة ارتكبتها جامعة الدول العربية أنه تطرد. مين هن اللي يطردوا؟ جزر القمر أنه هي اللي عربية يعني تكون بجامعة الدول العربية ولا الصومال تكون بجامعة الدول العربية وسوريا تكون مطرودة؟ مين هاو اللي عم يطردوا يعني بالثمن بالمصاري تبع قطر؟ ببرطلوا بيعملوا إلى آخره بيصلوا هذه القرارات غلط يعني غلط مبدئيا غلط الموضوع. طب هودي دولتين باقي الدول كمان تبرطلت؟ مين قال لك ما تبرطلتش؟ بكفي نبيل العربي. أنا ما عندي معلومات. بكفي نبيل العربي معروف نبيل العربي قبل ما يجي زي ما الدول العربية كان أحسن بكثير. إجا استخدام المال القطري استخدام أخطر من السلاح. بالسلاح واحد بيهددك بينما لما بيغريك واحد 200 مليون دولار و300 مليون دولار و400 مليون اولادك بيقتلوك اهلك بيقتلوك اذا ما بتقبلوا الى اخره بينما السلاح بيقتل واحد عم بيهدد. فحبيبي قطر ما فيها ترشي السعوديه والكويت والامارات. السعوديه لا السعوديه في خلاف بينما السعوديه طبعا متفقه هي السعوديه في هذا الموقف بس معظم الدول العربيه يعني معروف القصه انه الدوله هلا عم يوصلنا يعني. صور من القمه العربيه ب الدوحه و عم نشوف يعني رئاسة القمة والأمين العام كمان لجامعة الدول العربية بمسألة بدي أرجع مسألة حزب الله بس كمان يعني في معلومات كمان بتقوله مش بس المسألة بالمسألة العلاقة بالقرى الشيعية في مقام السيدة زينب كمان موجود مقاتلين من حزب الله يدافعون عن هذا المقام. في بعض المعلومات بتقول أنه كمان في عناصر موجودة عند مواقع إنتاج الصواريخ في سوريا للدفاع عن هذه المواقع كمان يعني في كتير كلام بهذا الإطار يمكن أزعجوا هذا الأمر للرئيس ميقاتي. بجوز يكون في كلام بالقصة بالموضوع هذا بس ما في إثباتات يعني حتى هلا بينما نحن بنقول في إثباتات 25 واحد راحوا الباخرة حب الله لطف الله كل الاعمال اللي قاموا فيها يعني وبعدين هن مش عم ينكروا عم بيقولوا لك يعني انه نحن جبنا الناس عم بدنا يعني قاتل عقاب صقر عم بيقول نحن بدنا والشخصيات الحريري عم بيقول نحن مستعدين نقدم مساعدات للمقاتلين من الاخر بس انه هي ما دخل يعني لا الحكومه لا يعني تتحمل مسؤوليه خارجين يعني القصه الوحيده اللي قالت انه الاستاذ عدنان منصور بجامعة الدول العربية بس انه مش محرزة هاي انه يقدم استقالته فيها. طيب في سبب اخر قد يكون يمكن الرئيس ميقاتي شعر انه الساحة السنية يعني او ضعف موقعه في الساحة السنية لدى الطائفة السنية بعد هالمجموعة الاحداث اللي صارت من طرابلس الى المشايخ الاربعة الى وضع سوريا الى كل هذه الامور الى مسألة اللواء ريفي الى اغتيال اللواء الحسن كل هذه الامور يمكن اضعفت موقفه على عند الطائفة السنية واراد ان يستعيد بعض القوة لديه لدى هذه الطائفة. انا بعتقد انه ما قوته هاي القصة لو يعني حكى لي تلفني احد المشايخ هيك المراجع الدينية وقال لي قلت له شو رأيك باستقالة الرئيس ميقاتي قال لي كنا بنتمنى يكون السبب آخر غير هذا السبب اللي قالوا وإلا يعني هذا غلط الرئيس ميقاتي بهذا الموقف مش مبرر يعني اللي أعلن يعني اللي معلن الشيء المعلن هو كله أنت عم تحاول تزيدهم يعني أو نحن بنحاول نساعده للرئيس ميقاتي نقول أنه شو الأسباب بس عمليا السبب الرئيسي اللي قال الرئيس ميقاتي أنه أولا فخمت الرئيس تحجج بهيئة الإشراف بده ينسحب من مجلس الوزراء
ودولة الرئيس نجيب مئاتي بده أشرف ريفي. هي السبب المباشر اللي أعلن عنه. أما أنه يقوى سنيا ما بعتقد أنه يقوى سنيا. يقوى سنيا يظل رئيس وزارة. بتعرف قصة تأييدين الصلح الله يرحمه لما إجا تكلف مرة من المرات أيام الحركة الوطنية والأخير يتكلف برأس الوزارة وهبت الناس عليه وليلا نهارا كل الناس ما تطلعش من عنده من البيت وإلى آخره. في عنده شاب مرافق تبعه هاي والآخرة لما إجت إشارة من سوريا أنه لا ما عادش رئيس ما عادش هو بده يتكلف بده يتكلف واحد ثاني ما عاد حدا فات على بيت الرئيس تأييدين صلح. قال له يحيى زلامته قال له يا دولة الرئيس شو الناس بتتغير معقولة ما عدنا شفنا حدا؟ قال له مش الناس بتغير رئيس الحكومة يتغير. فلما رئيس الحكومة بيكون بمنصب السلطة أستاذ بيجيب السني وبيجيب غير السني بس امبارح شفنا الناس عنده للرئيس ميقاتي جاي تهني على موقفه اللي أخده مش ناس كفاية يعني مش عارف كأنك لقبت القصة ولا لا بكل بساطة أي واحد فيه يجيبونها بس مش ناس كفاية. طيب أنا ما بعتقد أنه ما رحب باستقالته سني أنا بحب الرئيس ميقاتي بالمناسبة يعني بختلف أنا وياه بعض القصص بس في صداقة بيني وبينه أنا بعتقد أنه لا ما إجا ما كسب سنية. طيب يعني بأسباب الاستقالة إذا بدنا نحكي مثلا بحكومة الرئيس سعد الحريري وقت استقالوا وزراء قوى 8 أدار كمان استقالوا لسبب قالوا أنه بسبب مسألة شهود الزور وراحت مسألة شهود الزور نسيوا. طيب هذا ما كان سبب واهي كمان للاستقالة؟ دون شك سبب واهي كمان للاستقالة كان سبب واهي طبعا كان سبب واهي. طيب اليوم يلي بترأس الحكومة اللي جاي لأنه كان بهم أن يسقطوا الحكومة يومتها كانت بهمه أن يسقط الحكومة ولقوا هذا السبب تمام نستقيل طيب الرئيس مئاتي كان بهمه يسقط الحكومة مش هو لا هو بيتمنى كان يستمر بس بدك تشوف ضغوطات خارجية هاي قناعتي وقلت وبدي أقول للرئيس مئاتي كمان من جديد قلت له إياه في إملاءات خارجية إجيت وهي اللي سقطت الحكومة برأيك وصلت لمصالحه الشخصية قلت لك وصل حطيت إيدك على بيت القصيد حطيت إصبعك على بيت القصيد نعم في مصالح كمان بتعرف رئيس مئاتي بيعمل حسابات كمان حساباته الدولية وعنده شركات عالمية فبدوش يتضرر كمان الزلمة ومن حقه ذلك يعني بتفهموا بهذا الموضوع بس ليش طلع قال انه هذا قرار شخصي وما حدا تدخل فيه شو بدي وانا عجلت باستقالتي احسن ما اتعرض لضغوط شو بدي اقول لك يعني طيب لاي مثل ما عم نحكي انه لاي مرة الماضي اجوا كله قالوا له ما في استقالة لاي هلا ما حدا قال له ما في استقالة معناته انه قايلين له فاجئهم يمكن لا ما فاجئهم ما في شيء اسمه فاجئ ما في شيء اسمه فاجئ مقرر القصة ويمكن لما كان بروما مقرر القصة وبالتالي مع انه بروما طلع يعني تصريح علني له بيقول فيه انه هذه الحكومة باقية وستعمل هذا كان تصريح علني مش انه ردا على سؤال احدى الزميلات بروما انا بجوز بس انا بعتقد انه الرئيس مئاتي استقال يعني بنختصر الموضوع استقال لأسباب خارجية وليس أسباب داخلية طيب اليوم يلي بده يجي يترأس الحكومة العتيدة يعني إذا صارت الاستشارات وتكلف حدا هل يستطيع هذه الشخصية أن تنأى مثلا بنفسها عن مطالب الطائفة السنية في لبنان وعما يعني مين بتقصد الطائفة السنية يعني مثلا لنقول البدو يجي بيقدر مثلا يتحمل مثلا أنه اللواء أشرفي في اللي بده يطلع آخر الشهر من قوى الأمن الداخلي من مديرية عام لقوى الأمن الداخلي بيقدر يتحمل أنه مثلا ما يعيدوا للواء ريفة يمكن بطريقة من الطرق إلى هذه المديرية بس سامل بده يتعين محل أنا حاكي مع الرئيس مئاتي بالقصائد بده يتعين محل اللواء أشرف ريفي شيعي ولا أرثوذكسي ولا ماروني بده يتعين واحد سنة وكل الجهاز الأمن الداخلي اللي موجود ضباط من خيرة الضباط فيه ما بيصلحش واحد يجي محل اللواء أشرف ريفي إذا بده ينشال أشرف ريفي ونحط محله شيعي قصة ثانية بس اذا بنشيل الاسر الفيفي ليجي واحد حفيد ابو بكر الصديق من جديد لا ولاي القاعده انك ما تجدد الا بظروف مش طبيعيه ما في ظروف مش طبيعيه في واحد ممكن يجي هلا بكل بساطه متولى القصه محل اللي هو اسر الفيفي لا هي القصه العظيمه عم نعملها وخاصه الاسر الفيفي تسجل علي كذا مره كان سياسي اكثر منه امني لما ولو صوروا بالعمامة طرابلس وبيروت والزعيم القائد بس كان تصرفه بالعديد من القضايا وتصرف قوى الأمن الداخلي تصرف وطني يعني فرع المعلومات 32 شبكة تجسس لصالح إسرائيل ألقى القبض عليهم يا حبيبي مهمته إضافة للقاعدة ما مهمته أي واحد مهمته هاي واللي بيجي بعده كمان بكمل الطريق هذا لا مش قاعدة إنه خلص ما في غير فلان
وهذا بينطبق على كل البدنيج الجداد لاحقا يعني عشان بس من يضمن مثلا الحفاظ على شعبه المعلومات في حال اجى حدا ثاني؟ يعني هذه الشعبه اللي هي من الاجهزه الامنيه المتطوره بالمنطقه والاجهزه الامنيه اللي عندها قدرات كبيره مش بس بلبنان بالمنطقه. ما حدا حكى فيها لحد هلا، ما حدا قال انه بتطير شعبه المعلومات. قالوا بدناش نجدد لاشرف شريفي ويجي واحد ثاني اسمه مصطفى علي، اسمه خالد احمد، اسمه مش عارف شو، ينحط محل اشرف شريفي وبيكمل بنفس الطريق وبنفس الجهاز. ما حدا قال غير هيك. من ولو الرئيس مئاتي رايح بدل ما يروح يقول انا بدي جدد لاشرف شريفي رايح يقول انه انا مقدم الاسم الفلاني محل اشرف شريفي، بيسترجي حدا يقول له لا؟ بيسترجي الشيعي ولا الماروني ولا الارثوذكسي والاخر باعتبار انه محسوب علي، يعني محسوب على يعني الامن الداخلي محسوب على رئيس الوزراء السني. ما بعتقد حدا كان قال له لا، كان راوا له ظروفه وقالوا له نعم نحن موافقين لك على هذا المرشح الذي سترشح. بس للاسف الشديد ما عمل الرئيس مئاتي، بدي بس اشرف شريفي بدي جدد له. القاعدة مش هيك، القاعدة ما تجدد، القاعدة انك تجيب واحد وفي كثار موجودين، كثار داخل الامن الداخلي كثار بيصلحوا ان يكونوا محل اشرف ريفي. فلا عم تعند يا دولة الرئيس بهذا الموضوع، ولا عم تحط راسك بهالموضوع هذا وتقول استقالتي مقابل ذلك. حاجنا تحجج لك حجي ثاني، مش حلو تحجج الحجي هذه. كان موقف غلط وما فيها شيء، اذا عرف ما فيها شيء، يعني مش لازم ينام الرئيس مئاتي اذا عرف في املاءات خارجية. املاءات خارجية اكبر منا جميعا واكبر من الرئيس مئاتي، الملاءات الخارجيه في ضغط امريكي، في ضغط غربي، في ضغط عربي، في ضغط شو اسمه على الرئيس مئاتي، واستاهل. هي الحقيقه يعني. بس في فريق من اللبنانيين بيعبر انه اللواء اشرف ريفي هو ضماني له بهذه المؤسسه الامنيه. ايه طبعا ما بيجوز بعد اغتيال اللواء الحسن يعني. وبالتالي نحن ما بنقبل. لا قبل اللواء الحسن، قبل كان نفس القصه ضماني، هن نفسهم كانوا ضماني وكانوا فريق مع الفريق الاخر، ونحن بنقول حاجه نضل نقول السني ما السني في فريقين بالسني. هالسنة في فريق مثلوه طير مستقبل، في فريق آخر مثلوه قيادات سياسية كبيرة بكل المناطق. طيب ما بنقبل نحن كمان إنه يجي يكون طرف 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 معه. كان طرف الله يرحمه سواء اللواء الحسن أو اللواء ريفي، كانوا اثنيناتهم طرف الحقيقة. مش في شي مرة مثلا خبوا معلومات أمنية إلى علاقة بفريق بني أضرار؟ ما هلكوا الدنيا فيما يتعلق بالفريق الآخر. شو بدك، كانوا يطلبوا شبابنا من البقاع الله يرحمه اللواء الحسن، كان يعذبهم ذهابا وايابا ويعملوا الى اخره، وما كانش في واحد من المتطرفين الموجودين بالشمال الا ما يطلعوهم ويدلعوهم الى اخره. ما كانوا، كانت فلتين. بس حتى ابلغ حزب الله بناس بصفوفه عم يشتغلوا لصالح يمكن الامريكيين والاسرائيليين. ايه بس انه كانوا يميلوا، كان فريق، كان المعلومات والامن الداخلي كانوا يميلوا باتجاه طير المستقبل 14 اضرار. لكن كانوا مهددين، كانوا محسوبين على الفريق الاخر. يمكن لانه كانوا مهددين بالاغتيال. وشو بيميلوا هيك يعني؟ عشان شو مهددين؟ لانه يعني ما يميلوش، اذا مهددين بالاغتيال ما يميلوا يعني. هذا اكل على هي قصه ثانيه. طيب كمان يعني بيقدر اللي بده يتراس الحكومه مثلا انه يجي ياخذ موقف من ما يجري في سوريا؟ شو يعني؟ في قسم كبير من الطائفه السنيه في لبنان يعتبر انه ما يجري في سوريا هو مجزره بحق الشعب السوري. طيب مجزره بحق الشعب السوري، نحن بنقول انه في مشاكل بسوريا، خلينا ندعي لله انه الله يهدي البال بسوريا ولا نتدخل لا سلبا ولا ايجابا بالموضوع. شو إلا مصلحه، وخاصه انه في بندين رئيسيين بيفرضوا علينا. اولا عدم جعل لبنان مقر او ممر للتامر على سوريا من 43 بالميثاق الوطني، هذا من 43 وافقت سوريا انه ينقسموا الأقضية الأربعة وينضموا لبنان مقابل كلمة على ألا يكون لبنان مقر أو ممر للتأمر على سوريا. هاي البند الأول. البند الثاني بالطائف، علاقات لبنان مع الدول العربية كلها جيدة ومع سوريا مميزة. طيب شو اللي جبرنا نحن ندخل بهالقصة؟ يعني نائب النفس. نائب النفس شو اللي جبرنا؟ طيب وإذا حدا تطرف من نائب النفس أو حاول المديد، بننصح، بنعمل، بنضغط، بنقول وقفوا، طولوا بالكم، ما تقلوا. المبدأ هيك أفضل بكثير، وندعي الى الله انه يعني طول ما جارك بخير انت بخير. لما بسوريا بضل القتال فيها هيك، معناتها نحن ما بيستقر وضعنا الاقتصادي، ما بيستقر وضعنا الامني، ما بيستقر وضعنا السياسي. بنتمنى لسوريا الاستقرار من هذه المنطلق، ولانه كمان شعب عربي واخوتنا والى اخره، بنتمنى له الاستقرار، بس ما نتدخل بالموضوع لا سلبا ولا ايجابا. هاي القصه يعني. نحن ما فينا، واذا الرئيس مئاتي كان شاعر انه في تدخل، المفروض انه يقدم انه تعالوا لهون، ما بنقبل تهريب السلاح على سوريا. وبالتالي ما بنقبل كمان اذا لا حزب الله، اذا في حزب الله راح، تعالوا يا اخوانا بحزب الله وقفوا القصه، ما فيناش نتحمل الموضوع هذا، وخلينا بالنائب النفسي، النائب النفسي الفعلي بيقدر يقول لهم هالكلام؟ كان لهودي ولا كان لهودي؟
يعني مش مؤسف بس مش هذا السبب اللي خليه يستقيل. طيب هتوقف اول مره مع الاعلان وبنتابع نهاركم سعيد. ونعود لمتابعة نهاركم سعيد من الـ LBC مع معالي الوزير السابق عبد الرحيم مراد. مع الوزير، طيب من هو الذي استفاد من استقالة الرئيس ميقاتي وبالتالي استقالة الحكومة؟ اللي رحبوا بالقصة الأستاذ فؤاد سنيورة مثلا، الرئيس فؤاد سنيورة والرئيس سعد الحريري. الرئيس الحريري اتصل بالرئيس ميقاتي تماما. هو اللي استفادوا، يعني اللي كانوا عم يطالبوا باستقالته استفادوا من الموضوع. بس الحقيقة البلد ما استفاد، يعني الأهم البلد. نحن بدنا مين استفاد ومين ما استفاد؟ لا، انا برايي البلد مش لمصلحته كانت هذه الاستقاله بهذه الظروف. نتوءات امنيه بكل محل، خطف بكل محل، قتل بكل محل، هيبه المؤسسه العسكريه ما قدرش تجيب الجيب اللي عم يقتلوا يعني بعرسال اللي عم نشوف احمد معاذ الخطيب بهالاثناء داخل الى يعني جلسة القمة العربية بالدوحة، هو اللي راح يتسلم مقعد سوريا، وحسب ما قالوا انه بده يلقي كلمة الشعب السوري، وكان له ترحيب خاص من قبل رئيس القمة المنعقدة في الدوحة الشيخ حمد. شو تعليقك يعني على الصورة اللي عم تشوفها؟ مش غسان هيتو يعني، ما جيبوش غسان هيتو. لا، غسان هيتو ضمن الوفد. ضمن الوافد، بس هو راح يترأس احمد معاذ الخطيب. امبارح سمعت كلمة له، كلمة له عم بيهاجم قطر وعم بيهاجم كل اللي عم بيحاولوا يودوا سلاح ليدمروا سوريا. بس يبدو انه يعني رجع صار شيء هيك حسن الامور، ويبدو انه كمان ممكن يرجع عن استقالته. هلا لنشوف شو بده يحكي، بس انا بعتقد انه بده ينتقد دور جمع الدول العربية، دور بعض الدول العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. تدمر الوضع. اصحاب الجلالة والفخامة. بس نسمع شوي بس شو راح بيقول الرئيس امير دولة قطر، شو راح بيقول كم كلمة بهال لجامعة الدول العربية. السيدات والسادة، يسعدني باسم دولة قطر حكومة وشعبا أن أرحب بكم أجمل ترحيب، متمنيا لكم طيب الإقامة بين أهلكم وأخوانكم في الدوحة. كما يطيب لي أن أتقدم بخالص الشكر لفخامة الأخ الرئيس جلال الطالباني رئيس جمهورية العراق الشقيق على ما بذله من جهود مقدرة طيلة رئاسته للدورة السابقة لهذه القمة، وأدعو الله العلي القدير أن يمن عليه بالشفاء العاجل. ويسرني أن أعرب عن بالغ التقدير لمعالي الأخ نبيل العربي والعاملين بالأمانة العامة على الجهود التي بذلوها ويبذلونها لتعزيز دور الجامعة العربية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن قضية فلسطين هي قضية العرب الأولى، وهي مفتاح السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. فلا سلام إلا بحل هذه القضية حلاً عادلاً ودائماً وشاملاً يلبي كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. ويتعين على إسرائيل أن تدرك أن القوة لا تصنع الأمن، وأن السلام وحده هو الذي يحقق الأمن للجميع، وإن ممارساتها اللامشروعة أو الاعتداء على حرمة المسجد الأقصى المبارك وتهويد مدينة القدس الشرقية ومواصلة الاستيطان وإبقاء الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، كل هذه الممارسات والسياسات لن تقود سوى إلى إشاعة التوتر في المنطقة وزيادة اليأس والإحباط وسط أبناء الشعب الفلسطيني، ووضع المزيد من العراقيل في طريق عملية السلام المتعثرة أصلاً. واستشعاراً منا بخطورة استمرار هذا الوضع وانعكاساته من أجل ترتيب البيت الفلسطيني، نقترح عقد قمة عربية مصقرة في القاهرة في أقرب فرصة ممكنة وبرئاسة جمهورية مصر العربية الشقيقة ومشاركة من يرغب من الدول العربية إلى جانب قيادتي فتحة وحماس. وتكون مهمة هذه القمة التي ينبغي أن لا تنفض قبل الاتفاق على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وفقاً لخطوات عملية تنفيذية وجدول زمني محدود. وعلى أساس اتفاق القاهرة
عام 2011 واتفاق الدوحة عام 2012، وهذا يشمل أولاً تشكيل حكومة انتقالية من المستقلين للإشراف على الانتخابات التشريعية والرئاسية، ثانياً الاتفاق على موعد إجراء تلك الانتخابات ضمن فترة زمنية محددة، ومن يتخلف أو يعرقل فسيتحمل مسؤوليته أمام الله والوطن والتاريخ. أيها الأخوة، إن مصر النبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي بارك الله حوله وهو أولى القبلتين وثالث الحرم الشريفين يواجه خطرا شديدا يتطلب منا عملا جادا لدرء هذا الخطر. إن الحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية في القدس لا تقبل المساومة، وعلى إسرائيل أن تعي هذه الحقيقة، كما على الدول العربية أن تبدأ تحركا سريعا وجادا في هذا الشأن. وحيث أنه لم يتم وللأسف الشديد تنفيذ قرار قمة السرت بشأن القدس، فإنني أطالب أن توافق قمتكم الموقرة إذا كنا جادين في الدفاع عن عروبة القدس لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بإنشاء صندوق لدعم القدس برأس مال قدره مليار دولار، على أن يتم التنفيذ فور انفضاض قمتكم هذه. وإني أعلن باسم دولة قطر مساهمتنا بربع مليار دولار على أن يستكمل الباقي المبلغ من قبل الدول العربية القادرة، وأقترح أن يتولى البنك الإسلامي للتنمية إدارة هذا الصندوق. ولا يفوتني في هذا المجال أن أشير إلى الحصار الذي يعاني منه قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة التعاون والعمل من أجل تمكين أخوتنا هناك من التقلب عليه وتفعيل كل القرارات الخاصة بإعادة إعمار هذا القطاع. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إننا نرحب بمشاركة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والحكومة السورية المؤقتة في قمتنا هذه، ولا شك أنهم يستحقون هذا التمثيل لما اكتسبوه من شرعية شعبية في الداخل وتأييد واسع في الخارج، ولما يقومون به من دور تاريخي في قيادة الثورة والاستعداد لبناء سوريا الجديدة. لقد اتخذ تطور الأوضاع الخطيرة والمأساوية في سوريا الشقيقة على مدار العامين الماضيين منحى كارثي تولدت عنه مآسي وجرائم يندى لها الجبين، ومنذ فترة أصبح الصمت عنها وعن معاناة الشعب السوري داخل سوريا وفي مخيمات اللجوء بحد ذاته جريمة. لقد بني موقفنا منذ بداية الأزمة على ثوابت لم تحد عنها دولة قطر، وهي أولاً الوقف الفوري للقتل والعنف ضد المدنيين والحفاظ على وحدة سوريا الشقيقة أرضاً وشعباً، ثانياً تحقيق إرادة الشعب السوري بشأن انتقال السلطة، ثالثاً دعم الجهود العربية والدولية والحلول السياسية التي تحقق إرادة الشعب السوري وتطلعاته المشروعة. إن الشعب السوري سليل الحضارات العريقة والثقافة الأصيلة والعروبة الصادقة، جدير بحياة حرة كريمة آمنة، يتداول أبناؤه الحكم العادل يوحدهم الانتماء للوطن دون قمع أو إقصاء أو تهميش. ولعل من المهم أن نؤكد دائما حرصنا على وحدة سوريا أرضا وشعبا، وهي مسؤولية أخلاقية وتاريخية نتحملها جميعا، ولا يجوز لأحد أن يتنصل منها. كما نؤكد على الوحدة الوطنية التي تستوعب الجميع ولا تستثني أحدا، وإقامة نظام لا عزل فيه ولا حجر ولا تمييز بين مواطنيه، وبحيث يكون الوطن للجميع وبالجميع. إنه لمن المؤسف أن يدخل النظام السوري في مواجهة عسكرية مع شعبه ويرفض جميع نداءات الإصلاح الجدي والمبادرات السياسية العربية، حتى بلغت الكارثة حدا لم يعد معه الشعب السوري العزيز ليقبل بأقل من الانتقال السلمي
للسلطة الذي نص عليه قرار جامعة الدول العربية في 22 يوليو 2012. وسوف يشهد التاريخ لمن وقف مع الشعب السوري في محنته مثل ما سيشهد على من خذله. وإننا نكرر ما طالبنا به مجلس الأمن بأن يقف مع الحق والعدالة ويستجيب لصوت الضمير الإنساني ضد الظلم وقهر الشعوب، وأن يستصدر قراراً بالوقف الفوري لسفك الدماء في سوريا وتقديم المسؤولين عن الجرائم التي ترتكب بحق شعبها إلى العدالة الدولية. ونحن من هنا نجدد التزامنا بالاستمرار في تأمين المساعدة الإنسانية للشعب السوري، ونحث كافة دول العالم على ذلك، ونؤكد على أهمية عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لإعادة إعمار سوريا فور عملية انتقال السلطة وفقا لإرادة الشعب السوري. ويهمني أن أعيد التأكيد إننا مع الحل السياسي الذي يحقن الدماء ويصون الأرواح شريطة، ألا يعيد هذا الحل عقارب الساعة إلى الوراء، وأنني لأرى قريبا سوريا العظيمة تنهض من الركام لتبني مجدها من جديد. وكما قال الله في محكم كتابه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرحا مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن التحول التاريخي الذي تمر به أمتنا العربية حاليا يتطلب التعامل معه بفكر جديد وأساليب جديدة وبإرادة حقيقية للتغيير الذي يستلهم تطلعات الشعوب ويستجيب لطموحاتها المشروعة. وعلى أنظمة الحكم أن تدرك أنه لا بديل عن الإصلاح ولا مجال للقهر والكبت والاستبداد والفساد. وعندما أقول الإصلاح فأنني أعني الإصلاح المدروس المستند إلى رؤية وفكر وإرادة، وليس إصلاح الشعارات والوعود الزائفة. وبالإصلاح تستقر أنظمة الحكم، وبالإصلاح تطمئن الشعوب إلى حاضرها ومستقبلها، وبالإصلاح ترتفع معدلات الإنتاج والتنمية، ونوفر الحياة الكريمة الآمنة لدولنا وشعوبنا. وبالإصلاح نكسب احترام العالم ونصبح قوة فاعلة ومؤثرة فيه. ومن منطلق المسؤولية الإنسانية والقومية يتعين علينا الوقوف بجانب أشقائنا في دول الربيع العربي لاجتياز المرحلة الانتقالية الصعبة التي تتبع أي ثورة شعبية. ولا يجوز أن يراهن أحد على حالة الفوضى وعدم الاستقرار في هذه الدول لتنفير الناس من التغيير. كما نتوجه إلى القوى السياسية والاجتماعية في هذه الدول بأن تدرك أن إنجاح التجربة هو مسؤوليتها جميعاً، وأن هناك حاجة ماسة أن يكون التنافس مسؤولاً وخاضعاً لضرورة إنجاح التجربة. هذه مسؤولية وطنية، وهي أيضاً مسؤولية عربية. إن طريق الإصلاح والانتقال السياسي طريق طويل وشاق، والخوف من العقبات والنكسات التي واجهت وتواجه الأنظمة التي تخوض التغيير غير مبرر وسابق لأوانه. إذا كان الدعم الاقتصادي العربي مطلوبا لبعض هذه الدول، فإنه أكثر إلحاحا لدول الثورات التي تمر اليوم بمرحلة انتقالية تقتضي الدعم، وبالأخص جمهورية مصر العربية الشقيقة بحكم كثافتها السكانية وأوضاعها الاقتصادية. ولا يمكن لأحد أن ينسى التضحيات التي قدمتها مصر ودورها الكبير تجاه القضايا العربية وأشقائها العرب. لذا فإن تقديم الدعم لجمهورية مصر العربية الشقيقة في هذه الظروف واجب علينا جميعا.
كما إننا نتابع التطورات الإيجابية التي يشهدها الصومال بكثير من الأمل، ونؤكد دعمنا ومساندتنا لهذا البلد الشقيق حتى يجتازوا هذه المحنة التي يتعرض لها. إن جمهورية جزر القمر هي أحدى الدول العربية الواعدة والتي تحتاج منا إلى المزيد من الاهتمام والدعم الاقتصادي حتى نجعلها نموذجاً لما يمكن أن يحققه التعاون العربي في مساندة الدولة العربية التي هي في حاجة إلى دعم أشقائها. ولا شك إن ما تقوم به اللجنة العربية للتنمية والاستثمار في جزر القمر يجد التقدير ويتطلب مزيداً من التشجيع. وبشأن دارفور فإننا نلاحظ وبكثير من الارتياح التحسن الواضح الذي يشهده الإقليم منذ توقيع وثيقة الدوحة للسلام وقيام السلطة الإقليمية، رغم بعض التفلتات الأمنية في مناطق محدودة من الإقليم وما يحدث من بين فترة وأخرى من نزاعات قبلية. ونعتقد أن المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور والذي ينعقد في الدوحة يوم 7 و 8 أبريل القادم سينقل دارفور إلى مرحلة جديدة من التنمية والاستقرار والسلام. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إنما نشهده اليوم من تطورات اقتصادية متسارعة يدفعنا إلى ترسيخ وتفعيل التعاون فيما بيننا لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا العربية، لما ينطوي عليه ذلك التعاون من أبعاد استراتيجية في ظل التوجهات العالمية لقيام تكتلات اقتصادية كبرى. ولا شك أن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لشعوبنا العربية هو الطريق الأمثل والركيزة الأساسية لتحقيق النهضة لأمتنا العربية في الحاضر والمستقبل. لذلك فإن التعاون والتكامل العربي يجب أن يكون محل إجماع وأن لا يتأثر بالخلافات السياسية العابرة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إننا جميعا نتطلع لحاضر ومستقبل أفضل لشعوبنا، ونؤمن بأن الطريق إلى ذلك هو إصلاح وتطوير وتحديث مجتمعاتنا. ومن ذات المنطلق فإننا ندعم تطوير الجامعة العربية بما يتفق والمرحلة الراهنة لمحيطنا الإقليمي والدولي، وبما يعزز قدراتها في التعامل مع مقتضيات هذه المرحلة والحفاظ في الوقت ذاته على المبادئ والأهداف التي تأسست الجامعة عليها، على أن عملية وإصلاح وتطوير الجامعة ينبغي أن تستلهم في المقام الأول تطلعات الشعوب العربية وتلبية مطالبها المشروعة في الحرية والعدالة الاجتماعية وفي التضامن العربي الحقيقي. وتتطلب عملية الإصلاح تحديد أولويات واضحة في خطة عمل الجامعة والتوصل إلى برامج تنفيذية محددة لتحقيق هذه الأولويات بمشاركة جميع الدول الأعضاء، والبعد عن البيروقراطية وأساليب العمل القديمة واستحداث الآليات التي تعزز عمل الجامعة وإعلاء معايير الكفاءة والشفافية في اختيار الكادر الوظيفي المؤهل للعمل في الجامعة. وأهم من ذلك كله تثبيت مبدأ الأغلبية بدلا من الإجماع في اتخاذ القرارات، وذلك حتى تتحرر قرارات الجامعة من هذا القيد الذي يشل فاعلياتها. وتقديرا للجهود الكبيرة التي يبذلها موظفو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في أداء المهام الموكلة لهم، ورغبة في توفير الحياة الكريمة بعد سنوات العمر الطويلة التي قضوها في خدمة الجامعة، فإننا نرى أن الأوان قد حان لإنشاء صندوق معاشات لهم، ونعلن استعداد دولة قطر للمساهمة في تأسيس هذا الصندوق ب10 ملايين دولار. إن التحديات التي تواجهنا والمسؤولية الملقاة على عاتقنا جسيمة وكبيرة، وتتطلب منا العمل على قدر هذه المسؤولية ومواجهة التحديات لتحقيق نهضة أمتنا العربية عبر تعزيز روح التآخي والتضامن التي تعد أقوى أسلحة هذه الأمة.
كما تتطلب تحقيق التعاون والتكامل ودعم وتطوير العمل العربي المشترك والنأي عن كل ما لا يخدم مصالحنا القومية. ونرى أن الخلافات القائمة في حجمها الصحيح دائما وأن نترفع عنها تماما وأن نعطي المصلحة العربية العليا أولوية على ما عداها، وأن نجعل من الحوار الصريح الأسلوب الأمثل لحل خلافاتنا، فإن استمرار هذه الخلافات وتضخيمها لن يحقق سوى مصلحة من يتربص بهذه الأمة العظيمة. ختاما أكرر الترحيب بكم في الدوحة، متمنيا أن تكلل جهودنا بالسداد والتوفيق وأن تحقق قراراتنا ومساعينا الخير لأمتنا العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندك شيء تعليق على الكلام اللي سمعته من أمير دولة قطر؟ يعني كنا متوقعين الحقيقة، يعني عنده مصاري، يعني الأمير عنده المصاري، يعني بيستخدمها بشكل جيد، استخدمها عشان يجيب المونديال، معروف مش مليارات الدولارات، 250 مليون دولار لبرشلونة عشان تحط الاسم تبعه وهكذا، و10 ملايين الى اخره. حكي عن قمة عربية مصغرة مشان القضية الفلسطينية ومصالحة فتح وحماس، وحكي انه عن الحل السلمي في سوريا. انتبه شوي، على اي قاعدة مدوا مصالحة فتح وحماس؟ على اي قاعدة؟ على اساس اتفاق مع العدو، مع الاسرائيل. هاي القاعدة، هاي المشكلة، مش حماس. حماس عقائد، ثوابت حماس اللي هي بالقوة نستطيع أن نسترد حقوقنا. لا، بده يطوع حماس مع أبو مازن من أجل أنه تسوي مع إسرائيل. نشوف وحكي عن الحل السلمي. طب كمان بسوريا الحل السلمي بسوريا مش هيك، مش عم يعملوا هيك، هو بالعكس عم بيدعم، عم بيحط الشرط ألا تعود عقارب الساعة إلى الوراء. بدي يعني شو بده يعني؟ خلي تعا عمل حوار كوفي أنان والكل بيقول لك تعالوا اعملوا، ما في الحوار، دعا على مؤتمر دولي. كيف؟ دعا على مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة. هلا أنا برأيي إنه مش هو اللي بده يدعي، يعني مع احترامنا له، بده ينتهي آخر شيء أوباما، الرئيس أوباما والرئيس بوتين هن اللي يحلوا هذا الموضوع ويقولوا أمتى بدهم يلتقوا عشان يشوفوا الحل. لما بحط الحل، الروسي بيضمن النظام السوري والأمريكاني بيضمن قطر والسعودية وتركيا، بتنحل القصة، دون ذلك ما في. قديش الأزمة السورية بتداعياتها يعني إلى علاقة بكل ما يجري في لبنان بالمسألة الحكومية وبمسألة الانتخابات؟ مش بكل، بس إلى تأثير بكثير من الأمور. يعني أنا لما بكون جارك بخير مثل ما بنقول بتكون أنت بخير، اثنين عم يتقاتلوا جيرانك فيك تنام، ما فيك تنام. فيعني دون شك أنه خذ على سبيل المثال هلا السيارات الشحن اللي عم تروح للدول العربية ناقل المنتوجات اللبنانية، ما عم تقدر تفوت من سوريا، مش عم تقدر تفوت من سوريا، بعدين سكروا حدود بالأردن كمان وبيلقطوها بيعملوها إلى آخر الشاس. طيب هذا واحد مثلا قد بتأثر على الساحة اللبنانية بالصيف. أما أنه ما عادش سوريا يمكن صارت مشغولة بأزمتها الداخلية هالقد، لأنه ما عاد عندها تأثير سياسي، ما عاد عندها تأثير مباشر سياسي يعني. بس مش يعني حلفاء سوريا في لبنان ألا يؤثرون في الوضع السياسي ولا ما بيشوفوا مصالح النظام السوري يعني ويعملون على تأمينها في لبنان؟ لا يعني شو في اتهام من قبل قوى 14 أذار لحزب الله أنه هو عم يعمل هذا الموضوع؟ لا، شوف الـ يعني التأمين الأساسي اللي بدها إياه سوريا بالنسبة لإلا أنه قد فينا نضبط الحدود ونسمح بتهريب السلاح والمسلحين، هذا الأساس، مش عم نقدر نعمله. بس معالي الوزير، هذا مطلب ترسيم الحدود وضبط الحدود كان مطلب قديم، وكان السوري ما مش قبلين فيه، مش قبلين فيه إن لأنه عم يتقدم خدمة فيما يتعلق بالجنوب ومزارع شبع، مشهورة القصة هذه. بس انه ابراهيم فيه وجه واعترفوا وعمل عمل سفارة وحزن، ظل نحكي بالكلام هذا لانه اعترفوا بالقصة واعترفوا بالاقضية الاربعة اللبنانية وعملوا سفارة واجا الرئيس الاسد زار البلد وانطوت تلك الصفحة القديمة اللي ما بيعترفوش بالاخره. لكن لما طلبوا ترسيم الحدود قالوا له بدهم يبدوا من الجنوب عشان الشبع، عشان العدو، يعني عشان اسرائيل، انه هاي لبنانيه ولا سوريه، شو لك دخل انت لبنانيه او سوريه؟ انت يا عدو صهيوني احتلت هذه الارض، طلع قرار 242 ان تخرج من هذه الارض دون قيد او شرط، بغض النظر تبع لسوريا او لبنان، لشو لحتى نجي ندخل حالنا بخلاف؟ وقالت سوريا اكثر من مره انه هذه المزارع اللبنانيه، هذه المزارع اللبنانيه، اكثر مره وحطت وثائق بالامم المتحده وقالت انه هذه مزارع لبنانية. طيب لما بنسحب لارسون اجى قال لي بالزمانات، اجى لعندي وقال لي لما كنت بوزارة الدفاع، اجى قال لي انه لا حزب الله ما بيدخل مثل ما دخل بقية الميليشيات دخلوا بالجيش، ونحن بنحكي مع اسرائيل انه ينسحبوا من مزارع شبعة. قلت له خلي يعني ليه بالقصة؟ بالعكس عمل بالعكس في 242 يطبقوا لانه في قرار سابق
يطبقوا ال 242 ويسحبوا وزير الشباب. وانا بقول لك سلفا ساعتها ما بيعود حزب الله الا يكون جزء من الجيش او يعني يكونوا متوفين. اليوم يعني بما يجري على الحدود بين لبنان وسوريا في بعض الاصوات يلي بتطلع بتقول كمان نحن بدنا نوسع صلاحيه ال 1701 حتى يشمل الحدود مع سوريا وننشر قوات دوليه على الحدود مع سوريا، هيك تنضبط الحدود، لا بيعود السوري يشكي ولا بيعود اللبناني يشكي. لما بتجيب قوة دولية الحقيقة بتصير بتبهر القصة كثير. فينا نعمل تفاهم نحن ويعني تنسيق بين الجيش السوري والجيش اللبناني مع بعضنا البعض، وهذا يعني بتضل عمليتنا. شو عم يزبط الحديث هلا؟ كل يوم في قصص عالية. هيك المفروض انه يكون في تنسيق بين الجيش اللبناني والجيش السوري على ضبط الحدود بالشكل الصحيح السليم، أفضل بكثير، وبعدين لحين نعمل كل هذه القصص. طيب في كلام او في مطالبه انه يكون اعلان بعبده يلي صدر عن طاوله الحوار انه هو البيان الوزاري للحكومه العتيدي في حال تشكلت حكومه، هل برايك صالح ليكون بيان وزاري؟ لا لا مضى عليه الوقت لانه هلا بقت القصيد كله بعد لنا 3 اشهر للانتخابات النيابيه. اوكي. الانتخابات النيابيه فرضت نفسها، صار في اعلان جديد المفروض يطلع عن الحوار اذا صار في حوار ببعبده، اعلان جديد انه بدنا نعمل نتفق على قانون الانتخاب، نقعد مع بعض البعض، نقعد نتفق على قانون الانتخاب ونتفق على الحكومة بالقعدة تبعنا، نتفق على الحكومة وعلى إجراء الانتخابات بعد بوقتها. هذا المطلوب حاليا. بس هاي الحكومة ما بدها تنقع عن نفسها، ما بدها تفوت لبنان بسياسة المحاور، ما بدها تأمن وراء اقتصادي جيد. منضل مثبتين على القصة هاي بالحكومة طبعا. شو الحكومة بتكون مكتوفة الأيدي، بتعمل الانتخاب، بتعمل انتخابات على كل حال. مش راح تقدر تعمل هالقصة هاي كلها اللي عم تحكيها أنت. إذا قدرت تعمل انتخابات ديمقراطية وجيدة وإلى آخره شو اسمه، وتكون يعني الناس كلها مرتاحة إنه ما صارش في تدخل بالانتخابات، عملت انتخابات ديمقراطية وتمثلت القوى السياسية كلها بأحجامها الفعلية مثلا، بنتقل الصراع كله للمجلس النيابي وبصير الحوار داخل المجلس النيابي ونرتاح من الحوارات الجماهيريه والشعبيه بالخارج. هذا يعني عشان هيك نحن متمسكين بالنسبيه لكي تتمثل كل القوى، ما يضل قوه من القوى خارج المجلس النيابي. وهون يعني بتبدا ساعتها تشكل حكومه جديده لتحكي بقصه الكهرباء وبقصه المي وبقصه الخدمات وبقصه الاقتصاد والسلسله وغير السلسله وكل التفاصيل الاخرى. شو الضمانه انه هذا الحوار قبل الحكومه سيؤدي الى نتيجه؟ ما في ضمانات، حسب النوايا ما في ضمانات، ما فيك تقول ابدا في ضمانات، انه بدك تروح بنيه طيبه عشان تصل لنتيجه بتصل، واذا لا بدك تروح بس لمجرد الجلوس على الطاوله وتعمل عراقيل ما بصل. البلد هالقد مأزوم وهالقد بوضع بحاجه لحل، والمفروض تتحمل كل الناس مسؤوليتها. في القصه الاساسيه الرئيسيه اللي سبب هذه الازمه الفعليه هو الجو العام اللي صاير، في قلق عام معروف، في قلق عام بالبلد، ما بيجوز القلق هذا يستمر، بدنا نعطي اطمئنان الدولة، إضافة لأنه انتبه نحن داخليا إن شاء الله ما في شيء، والقصص الأمنية اللي بخوفونا منها ومش عارف شو بده يصير وإلى آخره ما في خوف أمني. لكن لا سمح الله إذا قرر العدو الصهيوني بأي اعتداء، لأنه عم بيطير كثير فوق أراضينا وعم يحشد حول حدودنا وعم يعمل مناورات على حدودنا، هلا يمكن يكون ترهيب، عمليات ترهيب، ويمكن يكون فعل استعدادا لفعل. نحن معودين بالعدو الصهيوني دائما بحزيران بتموز، هاي مواسم الحروب عنده، فنحن المفروض كمان نعمل حساباتنا، وان شاء الله ما بيصير حرب، بس نعمل حساباتنا انه طيب اذا صار حرب بيننا وبين العدو الاسرائيلي ما لازم يكون عندنا حكومه. طيب وقفت ثاني مره مع الاعلان وعم نتابع نهاركم سعيد. ونتابع الجزء الأخير من نهاركم سعيد مع معالي الوزير عبد الرحيم مرد. مع الوزير قلت أنه ما في ضمانة بالحوار أن نوصل لنتيجة، أنه المسألة مسألة نوايا، ولكن هل تعتقد أنه في أي فريق مستعد أنه يتراجع عن مواقفه اللي كان أعلنها بالفترة السابقة؟ شوف هلا تشكيل الوزارة خاضع للي بيجيب 65 الأستاذ ولي مش بالضروري 65، يمكن يكون في 3 أسامي يمكن يترشحوا، اللي بياخذ اكثر شيء بيسبق له رئيس الجمهوريه. القصيد الاستاذ ولي الجملات عم بيقول انا بعدي محلي فيما يتعلق بالتحالفات، هذا اخر تصريح له، اخر تصريح هلا يمكن بهالفتره هاي ما بعرفش كانوا ثلاث بيغير بس اخر تصريح بيقول انا بعدي محلي بالتحالفات. هذا معناته انه فيك تشكل وزاره شبيهه بالوزاره الماضيه مع الرئيس مئاتي او مع غيره، يعني ما بعرف الرئيس مئاتي اذا بيرضى او الموضوع الثاني مش رئيس الوزاره، مش طيب بدك تشكل وزاره شو بدك تعمل؟ بدك تعمل انتخابات، بدك تشوف قلنا انو الانتخابات، بس هون في سؤال انه طيب هذا المسار الدستوري يعني ما بيعطلوا الحوار؟
يعني المسار يلي بيقول لازم تعمل استشارات نيابية ملزمة ولازم يتكلف تتكلف شخصية وهالشخصية لازم تعمل مشاورات وعلى أساسها تشكل الحكومة بالتوافق مع رئيس الجمهورية. ما إذا ما في اتفاق مسبق بدك توصل الأمور لطريق مسدود. يعني فخامة الرئيس لما بده يجي يلاقي إنه في فريق كامل مقاطع بالاستشارات أو مشروع دياله إلى آخره ما راح يقدم على القصة هذه. بده تطول الموضوع يعني لحتى تتهيأ استشارات تنتج عنها حكومة. أما تعمل استشارات شكلية ما راح تزبط القصة. وقديش الحوار لازم يأخذ وقت يعني قبل الوصول إلى نتيجة برأيك؟ إنه هل هناك يعني سرعة في الوصول إلى نتيجة برأيك ممكن نوصل لنتيجة سريعة بالحوار؟ إذا 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 بدهم إيه؟ إذا بدهم وإذا ما بدهم بتروح أشهر. بتروح أشهر. يعني حكيت إنه الرئيس ميقات استجاب بناء على يعني ضغوط خارجية أو طلبات خارجية. هذه الضغوط أو هذه الطلبات ما راح يكون لها تأثير على طاولة الحوار؟ بدون شك. بدون شك يعني بدك تشوف بس القصة نسبية يعني. يمكن الرئيس ميقات له ظروف خاصة. يعني معروف ظروفه الخاصة الأكثر يعني بالنسبة لأوضاعه لأعماله إلى آخره. بس إنه بتلاقي غير قوة يعني ما عنده هالقد يعني حسابات فيما يتعلق بالإملاءات الخارجية والضغوط الخارجية. بيلتقى بيصير بس بدك بيتم يعني إذا مش الفريق 8 أذار اللي كان هو مشكل الحكومة. كان مشكل الحكومة بناء على وجود طرفين معه. طرف الرئيس مئاتي وثلاثة. وإني أبو الجملات. هلأ بدو يستمروا هو مع هذا الفريق. أو الفريق الآخر الدكتور سمير جعجع عم بيقول إنه نحن نشكل مع الوسطيين نشكل حكومة. مع الوسطيين نشكل حكومة. فيه هون يعملوها ولا ما فيه هون يعملوها. أنا أعتقد إنه فيه هون يعملوها. مش سهل يعملوها مش فيه هون وما بيمشوا يعني. ما بيمشوا مين الوسطيين؟ ايه ما الاستاذ هولي الجبلات عم بيقول ما بيمشي فيها انه انا بدي اظل بنفس الموقع ما ترسب نفس الموقع فيما يتعلق بالقصة الحكومية. ما ترسب نفس المحل فما راح يتوفق اذا ما في شكل حكومي. اخر شيء انه الاستاذ هولي الجبلات حجر راحة هو بيت القصيد كله هو اللي بدك تشوف وين بده يكون لحتى تقول انه شكلنا حكومة. بس حتى لو شكلنا حكومة بوجود الاستاذ هولي الجبلات بدون ما نقول انه شو بتعمل هذه الحكومة وبدون ما نقول انه في قانون انتخابات بدون شيء ما بتعمل شيء مثل بعض يعني بتكون بعدك عم تروح محلك. بدك تشوف شو الحل المعضلة الرئيسية الحل هلأ صار الحل مسألة قانون الانتخابات يعني هاي الموضوع ولا شو لنأجل. طيب إذا جلت بعد سنتين نفس القصة إذا جلت 6 أشهر بعد نفس الموضوع ما يقتصر لتقول إنه بدنا قانون الانتخابات. طيب بس هون في تمسك بي 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 بالمواقف اللي العلاقة بالانتخابات يعني لنقول العماد عون وحزب الله متمسكين بالأرثوذكسية أو بلبنان دائرة انتخابية واحدة مع النسبية. فريق هو 14 أدار المسيحيين بيقولوا أنه هني مع الأرثوذكسية ولكن بيسعوا لإيجاد مشروع مختلط بين النظام النسبي والنظام الأكثري. تيار المستقبل عنده كمان وجهة نظر. نائب وليد جنبلاط كمان عنده وجهة بدون نظر. بدون الستين ويفق 30 كيف بدك كيف بدها تصير هذه الأمور؟ بس يعني في منطق الأمور هلا لأنه كل واحد بينهم يقول مش أنا اللي عم خربت الأمور عم خربت الثاني. لما بيجي ناس بتقول بدها 60 بيت القصيد كله ناس بدها 60 وناس ثانيين بدهم لبنان كله دائرة واحدة على قاعدة النسبية لأنه طائف يعني معتبرين إنه القصة طائف. إجا قانون الحكومة اللي قدمته الحكومة يعني خففت من قصة لبنان كله دائرة واحدة عملت 13 دائرة نسبية 13 دائرة ما بلوش فيه. إجا الرئيس بري وقال قبل ما يطلع الأرثوذكسي قبل ما ينبت قصة الأرثوذكسي نص بالنص قال تعالوا هون يا عمي ما دام مختلفين اثنين مع بعضهم البعض انت مصر على الستين والحد الأقصى بدك عم طالب الحد الأقصى وهن عم الحد الأقصى تعالوا نعمل نص بنص. عمل نص بنص صاروا يسوموا انه لا مش 40-60. طيب لا 40-60 ما المبدأ انت عم تحاول تقسم اسمة عدل عم تاخذ منك عم بياخذ منك 50% عم بياخذ من طرف ثاني 50% لا 30-70 لانه بدي انا انجح وبدي سقط فلان وفلان. طيب شو المنطق هذا كيف بدها تزبط القصه هاي 50-50 هو المنطق 30-60 مش منطق 49-51 مش منطق ولا لا ما نحن عم نعمل حل وسط عم نعمل صلحة بين الطرفين. بس قادرين اللبنانيين انه يعملوا هذا الحل الوسط لحالهم يعني بال2005 كان في الخروج السوري كان في ال1559 كان في اغتيال الرئيس الحريري اللي هو فرض الواقع السياسي وفرض الانتخابات اللي صارت بال2009 بعد ما صار اتفاق الدوحة ويعني نتيجة لأحداث 7 أيار صارت الانتخابات. طيب اليوم مين بده يقدر يفرض هذا الأمر على اللبنانيين؟
هلا بتعرف الفريق الاخر المؤثر اللي سقط الحكومه حاليا هو الجو الدولي والجو العربي يعني معروفين وهن نفسهم هول بده ياثروا على الفريق الاخر. لكن اذا بنظل هيك يعني رحنا بازمه مفتوحه الله بيعلم اداء الرئيس بري 15 سنه الله بيعلم كنا بدنا نظل هيك يعني بالوضوع بدنا نظل نقول انه ما فينا ومكتوفي الايدي ونظل مكتوفي الايدي وخلينا نشوف شو بده يصير والله بيعلم الازمات الامنيه بتكبر بتصغر بيصير شيء من الخارج بيصير شيء من الخارج عم نقول يعني عدو الصهيوني عدو كان وما زال وسيبقى عدوا وله مطامع بلبنان وله مصلحه انه ظل ما كسر الوضع اللبناني وينضرب الموسم الاقتصادي وينضرب الاقتصاد اللبناني له مصالح كبيره العدو الصهيوني بضربه لبنان وبالاعتداء على لبنان. طيب يعني بدناش نقول انه يا عمي نحط كل الاحتمالات واسوء الاحتمالات ونشوف انه كيف بدنا ندرأ عن انفسنا هيك بعض المخاطر اذا صار اي شيء. انت برايك كل الاطراف بلبنان بدها انتخابات؟ لا يعني مين ما بده؟ اللي له مصالح انه يستمر اللي معهم اكثريه نيابيه مثلا انه خذ تيار المستقبل لا حزب الله معه اكثريه نيابيه لا المقصود اكيد يعني حزب الله بده يضل محافظ على الاكثريه الشيعيه يعني حزب الله وتيار المستقبل كمان معه الاكثريه السنيه بموجب قانون السابق قانون الستين السابق او قانون دوحه جاب الاكثريه السنيه جاب 24 من 27 والعماد عون عنده اكثريه مسيحيه يمكن ما لهمش مصلحه كثير يضعفوا بالانتخابات اللي جايه وبعدين اذا بيصير تمديد فخامه الرئيس بمدد ودوله الرئيس بمدد ومش عارف مين تمديد والله بيعلم شو بيصير. هاي كمان هو يعني ما بيكونش مزعجين من 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 عدم حصول الانتخابات بس الشعب اللبناني اذا بدك تقول له شو رايك تقول شو رايه شو رايه راي الشعب اللبناني انه بده انتخابات. هذا طيب. هذا الاهم يعني بدنا نخضع اخر شيء ونقول انه الشعب اللبناني بده انتخابات وتعالوا نشوف انه نعمل جو حيويه من جديد للشعب اللبناني حرام عليهم. انا عم بحكيني من الخارج بتعرف انه لي صله بالاغتراب كثير قويه من البرازيل ومن فنزويلا من كولومبيا من كندا من امريكا من شو اسمه عم يحكوني انه بنجي ولا بنجيش يعني ما المشكله كمان ما نحن معتمدين اصلا اذا بتسال الدكتور رياض سلامي عن مين مهدي الاقتصاد اللبناني بيقول لكم المغتربين التحويلات من الخارج تحويلات من الخارج هو اللي بهدي الوضع. طيب هو حرام يعني شو عم نعمل فيهم شو عم نعمل بحالنا بدنا نعطيهم اطمئنان. طب بس يا معالي الوزير في 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 امور يعني ما في ولا اي حكومه استطاعت انها تعالجها مثلا لناخذ وضع طرابلس. طب وضع طرابلس مش بس هاي الحكومه حتى الحكومات السابقه ما قدرت تعالج هذا الوضع وطرابلس تبقى بؤره للتفجير الامني. طيب في شغلتين الامن بالتراضي ما بزبطش وفي شغله ثانيه اذا ما في مناخ امني مهما كان عديد الجيش ومهما كان عدد قوى الامن الداخلي عديده ما بيقدر يعمل امن. بدك تعمل مناخ بالاول مناخ امني لحتى عديد الجيش مهما كان شو مناخ امني يعني شو مناخ امني لما بتجي انت بتطلع بالتلفزيونات بتطلع بالمسار واحد بسكر طريقه ما على شيء لما حدا يحكي فيه بيعمل لك خطاب ما انزل الله به من سلطان على التلفزيونات وبتعرضه كل التلفزيونات سواء تحريض طائفي او تحريض مذهبي او شتائم او ردح او الى اخره ما حدا بيحكي معهم شيء. طيب بيقتلوا اثنين بمحل معين من العسكريين ما حدا بيقدر يجيب القاتلين هون ولا حدا بيحكي بيعتقلوا واحد بيتدخلوا بيعملوا مظاهره بسيطه بيفرجوا عنه اي مناخ اذا بده يعمل امن بده يشجع الكل بيطلبوا للشيخ احمد الاصير على القضاء بيقولوا انا مش رايح واي واحد بيقول لك انا مش رايح وهكذا دولك. طيب هذا وين المناخ هذا كيف بده يقدر يعمل امن؟ بدا كان المفروض انه الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي اللبنانيه غطاء سياسي كامل تفضلوا روحوا اضربوا بيد من حديد على اي واحد بيتجاوز باي منطقه كان شيعي ماروني سني مسيحي درزي الى اخره بالبقاع بالشمال بالجنوب بالبيروت بالشمال بالجبل باي محل بدك تاخذه هيك ساعتها بصير احترام وهي بدها قرار من الحكومه. طيب يعني ما فيها ما فيها الجو هي للاسف الشديد ما انك عارف انه بينحبس يومين ثلاثه بيروحوا يعملوا مظاهره بيطلعوه شو بيروحوا بيحبسوه شو بيطلعوه. طيب كيف الحكي كيف بده وين الاحترام وين الهيبه ما عاد في هيبه ما عاد في هيبه اين الاوان لحتى نسترجع هيبه الدوله هيبه المؤسسات وهي بدها حكومه من جمله الاشياء اللي الحكومه تقول لي شو مهمتها بالمرحله القادمه بعد قصه انه الانتخابات ونعمل انتخابات والى اخره تجي حكومه واضحه انه بدي استرجع عنوان الاساس بدي استرجع هيبه مؤسسات الدوله المؤسسه العسكريه بالدرجه الاولى لانه اهم شيء والمؤسسه السياسيه والمؤسسه التنفيذيه والمؤسسه القضائيه كل شو السبب شو السبب يلي بيمنع مثلا اي حكومه من الحكومات اللي كانوا او هاي الحكومه من اتخاذ هكذا قرار؟ هل هن كل هالاطراف يلي عم تتصارع على الارض موجوده بالحكومه؟ للأسف الشديد ما أقدموا على هذا الموضوع ما يعني كل مدى رجوز جرى بيقول لك طيب ليه ما كملوا قصة يجيبوا اثنين اللي قتل المسؤولين على قتل البرسال. طيب شو السبب يعني لا طيب
يعني شو السبب انه عم السبب تتمشي. مثل ما قلت مساله الامن بالطراده انه انت ليش بدك تفوت على عرسيل وما تفوت على الضاحيه؟ تمام. ليش بدك تفوت على طرابلس وما بدك تفوت على لا بتضربش لا بتضربش بالضاحيه لا بتضربش بالضاحيه كمان كل ما نتجاوز الوضع شو اسمه بعلبك باي محل منطقه سنيه منطقه مسيحيه مين بده يتحمل هالمسؤوليه؟ الحكومه المؤسسه التنفيذيه هي الحكومه الحقيقه الحكم الحكم بالحكومه هي المطلوب انه تطلع. مع الوزير معلش بنرجع ثاني مره للقمه في معاذ الخطيب رئيس ائتلاف وطن سوريا عميد كلمته لحريته قريبا من 100,000 شهيد ودمرت بنيته التحتيه على يدي نظام متوحش ارعن سلام الله عليكم من شعب يذبح تحت انظار العالم لمده سنتين ويقصف بكل انواع الاسلحه الثقيله والصواريخ البالستيه وما زالت بعض الحكومات تحك رأسها لتفكر ماذا تفعل سلام الله عليكم من الشعب الوحيد في العالم الذي تقصف الطائرات الحربية فيه أفران الخبز ليخرج معجوناً بدماء الأطفال والنساء سلام الله عليكم من الأرامل والأيتام من المعذبين والمضطهدين من الجرحى والمعاقين من السجناء والمعتقلين من المهاجرين والمشردين من المجاهدين والمرابطين من الشهداء الذين ترفرف أرواحهم في كل هذا العالم المسكين سلام الله عليكم من شعب سيتابع طريق حريته ويملك من الإرادة ما يقوض به أكبر صنم في الأرض ومن الحب ما يملأ العالم كله بالسكينة والدفء والحنان نكره الحرب والقتال وبدأنا ثورة سلمية دفعها النظام بطيشه وتوحشه نحو السلاح والخراب والدمار سأتكلم عن شعبنا الجريح الصامد من خلال النقاط التالية أولاً صار أكثر السوريين زاهداً بأي مؤتمر دولي ما دام يعجز عن تمرير الحد الأدنى من الدعم لحرية السوريين فهل يحتاج تقرير حق الدفاع عن النفس؟ إلى سنوات يذبح فيها الشعب السوري بطريقة ممنهجة وواضحة ثانياً مع خالص شكرنا لكل الجهات التي تحاول أن تساعدنا وهي كثيرة إلا أننا نكرر أن الشعب السوري قد دفع ثمن حريته من دمه وقراره ينبع من مصالحه ويرفض وصاية أي جهة في اتخاذ قراره وإن اختلاف وجهات النظر الإقليمية والدولية قد ساهم في تعقيد المسألة وقد تتقاطع مصالحنا مع بعض الجهات ولكن ثورتنا صنيعة نفسها والشعب السوري وحده هو الذي فجرها وهو الذي سيقرر طريقها ثالثاً لقد قدمت جامعة الدول العربية مشكورة مبادرة شجاعة بتقديم مقعد سوريا إلى الشعب السوري بعد مصادرة قراره لمدة نصف قرن هذا المقعد هو جزء من إعادة للشرعية التي حرم الشعب السوري منها طويلا إن هذا التجاوز للضغوط الدولية ليس فقط إنجازا يقدم للشعب السوري بل يدل على ما يمكن أن يحصل في حال التعاضد وأقول أن دور الدول العربية مع جيرانها من خلال التفاهم والتعاون هو دور حضاري رائد ويجب على جامعة الدول العربية أن تستعيده باسم الشعب السوري أشكر كل إخواننا على هذا الإنجاز الكبير رابعاً هناك محاولات دائمة للتشويش على الثورة السورية من خلال ثلاثة محاور أولها الأقليات وأقول دائماً إذا أردتم أن تعرفوا تعامل النظام مع الأقليات فانظروا إلى إخوتنا الأحبة في لبنان عندما اقتحمهم النظام السوري ماذا فعل معهم في كل الطوائف انظروا ماذا فعل مع إخواننا الأكراد والفلسطينيين والمسيحيين بل أقول حتى مع إخواننا العلويين من الذي قتل اللواء غازي كنعان ومن الذي يعتقل الدكتور عبد العزيز الخير البارحة نزع إخوتنا العلويون من النظام آخر أوراقه باعتباره مارقا متوحشا يخالف إرادة الشعب السوري كله ما يجري في سوريا هو صراع بين العبودية والحرية بين العدل والظلم وأقول لكم عن أمر في بداية الثورة حاولت أطراف تنتسب إلى النظام إشعال فتيل حرب أهلية بين إخوتنا في منطقة بانياس
التي يختلط فيها السنة مع العلويين الذين يعرفون أنهم شعب واحد لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات. انطلق وفد من هؤلاء وهؤلاء من شيوخ الطرفين وتجاوزوا الأزمة وأثبتوا أن سورية شعب لا يحتاج إلى المافيا الأسدية، شعب يعيش مع بعضه وسيستمر في حياته إن شاء الله حياة كريمة عادلة. ثانيا، الأسلحة الكيميائية. كل ما حصل للشعب السوري لم يلفت الأنظار. هناك من مرر رسائل خجولة وأنا أصارح شعبنا بهذا الموضوع، يقول هل يمكن تدمير هذه الأسلحة؟ وأقول إن هذا الأمر يقرره مؤتمر وطني جامع، ويمكن أن يحصل برأيي في ظل صفقة كاملة لكل المنطقة تبعد كل أنواع الأسلحة النووية والدمار الشامل. إن المعارضة لن تبيع وطنها أيها الإخوة ويا حكومات العالم. ثالث المحاور، موضوع الإرهاب. هل إرهاب الدولة لمدة سنتين مقبول؟ هل لأحد وجه أن يتحدث عن الإرهاب وكل يوم يذبح الشعب السوري تحت سمع العالم وبصره؟ يقول نحن لسنا ضد الشعب السوري ولكن ضد المتطرفين الأجانب. أنا لا أدري هل الأمر حقيقة متعلق بكونه أجنبياً أم بلحيته. ماذا عن آلاف الخبراء الروس والإيرانيين ومقاتلي حزب الله؟ كل هؤلاء من أهل البلد؟ فليخرجوا جميعاً من بلادنا وسنعتذر من إخواننا وضيوفنا الكرام. هناك أمهات سوريات كثيرات، أم فرنسية، أم هولندية، أرسلوا لي رسائل كثيرة، قالوا أرجوك أولادي ذهبوا للجهاد في سوريا، هل توافق على هذا؟ قلت لها إن أولادك ذو ضمير حي لم يعد يتحمل ذبح شعب بكامله. ولكني أقول لجميع الشباب أيضا، إن كان أهلك بحاجتك فلا تأتي، إن خدمة الوالدين ولو كانا غير مسلمين هو من صميم الجهاد في سبيل الله. يتساءلون أيضا من سيحكم سوريا. شعب سوريا هو الذي سيقرر، لا أي دولة في العالم. شعب سوريا سيقرر من سيحكمه وكيف سيحكمه. سيتفاهم أبناؤه ليعيشوا مع بعضهم يجمعهم جميعا قوله تعالى لا إكراه في الدين. أما الفكر المتشدد فهو نتيجة الظلم والفساد، وعلينا أن نعالج المقدمات وليس فقط أن نلوم الذين لم تعد ضمائرهم تتحمل ما يجري من المذابح كل يوم. خامسا، النظام هو الذي يرفض أي حل للأزمة. نحن نرحب بأي حل سياسي يحفظ دماء الناس ويجنب المزيد من الخراب. قدمنا للنظام مبادرة إنسانية ليس فيها أي بند سياسي ولا عسكري، فقط أطلق سراح الأبرياء. رفض النظام بصلافة. سامحوني إذا ذكرت هذا المثال فقط لتعرفوا جزءا مما يجري في السجون. هناك فندق اسمه فندق الكارلتون يواجهه فرع اسمه الفرع 215. أطلب من مسؤولي النظام السوري إن كانوا يدعون أنهم لا يعرفون أن يذهبوا فيزوروه الآن قبل أن تغسل الدماء من أرضه. منذ فترة أحد تلاميذي اعتقل، علقوه من يديه 7 أيام مع التعذيب الشديد، بعدها أصبح مجنونا لأنه كان يعذب في غرفة أرضها مليئة بالدماء والبول وفيها عدة جثث منتفخة والرائحة قاتلة، يغلي الدود في تلك الجثث وألزموه على النوم فوقها. جن هذا الشاب من الرعب، لم يكتفوا، ذبحوه بالسكاكين أمام السجناء الآخرين. هل يرضي هذا أي أحد في العالم؟ طلبنا فقط إطلاق سراح المعتقلين وخصوصا النساء والأطفال. هل يوجد أطفال؟ نعم أيها الإخوة، وبإمكاني أن أذكر أسماء. هناك طفل عند حاجز يعفور عمره 1 سنة كاملة، له 2 أسبوع من دون أي غذاء ومن دون أي مساعدة. إننا نؤثر الحل السياسي توفيرا للمزيد من الدماء والخراب. والثورة السورية لا تملك طائرات حربية ولا صواريخ سكاد، والنظام وحده هو المسؤول الأول والأخير. نحن نريد الحرية ولا نريد أن يمشي البلد إلى مزيد من الخراب، ونريد أن نتعامل من خلال عدالة انتقالية وتفاهم وطني وحل سياسي واضح يقصي هذا النظام عن المزيد من التوحش والخراب. سادساً،
المجتمع السوري مجتمع متمدن، يعاني أبناؤه من أمر هو أنهم لم يجلسوا مع بعضهم من قبل، اكتشفوا أنفسهم مع الثورة، أنشأوا إدارات مدنية، أجهزة شرطة، محاكم، قضاء، مشافي تعمل تحت الأرض، مدارس تحت القصف. هناك عقبات كثيرة، ولكن هناك تصميم على الإنجاز. من الإنجازات مشروع حكومة مؤقتة، تم اختيار رئيسها السيد غسان هيتو، وكلنا ثقة به، وننتظر من الهيئة العامة، ننتظر في الهيئة العامة للائتلاف الوطني تقديم برنامج الأستاذ غسان لمناقشته، كما أننا نفكر بتطوير الائتلاف إلى مؤتمر وطني جامع. سابعاً، نطالب باسم شعبنا المظلوم بالدعم في كل صوره وأشكاله من كل أشقائنا وأصدقائنا، ومن ذلك الحق الكامل في الدفاع عن النفس ومقعد سوريا في هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وتجميد أموال النظام التي نهبها من شعبنا وتخصيصها لإعادة البناء والإعمار. سابعاً، أشكر كل حكومات العالم التي تدعم الشعب السوري لنيل حريته، ونطالب الجميع بالإفاء بالالتزامات التي وعدوا بها. هناك عشرات من الدول قدموا مساعدات. قال لي أحد المسؤولين الأمريكيين: هل تخجلون من أن تذكروا أن الولايات المتحدة قد ساعدتكم بحوالي 365 مليون دولار للإغاثة الإنسانية؟ قلت: نحن لا نخجل، ونحن نشكر كل حكومات العالم، ولكن أقول أن دور الولايات المتحدة هو أكبر من هذا. وقد طالبت في الاجتماع مع السيد كيري بمد نطاق مظلتي صواريخ باتريوت لتشمل الشمال السوري، ووعد بدراسة الموضوع، ونحن ما زلنا ننتظر قراراً من حلف الناتو حفاظاً على الأبرياء وأرواح الناس، وإعادة للمهجرين إلى أوطانهم، لا لنقاتل بل لنحمي الناس ويعودوا إلى حياتهم الطبيعية. عشرات الدول قدمت مساعدات، وأخص بالشكر دولة قطر التي استضافت المؤتمر، وإخواننا الكرام في المملكة العربية السعودية، وإخواننا في الأردن ولبنان وإقليم كردستان العراق، والذين يتحملون جميعا عبئا كبيرا. أتوجه بشكر خاص إلى الإخوة في تركيا وليبيا، وإلى الجندي المجهول الذي فتح ذراعيه للسوريين دون قيد ولا شرط، إخواننا في مصر. أشكر إخوتنا الأعزاء في الإمارات وتونس والمغرب وكل الدول التي شاركتنا في اجتماعنا هذا. أشكر إخواننا في الإمارات، أشكر إخواننا في تونس والمغرب، وكل من دعم حق الشعب السوري من أجل حريته، وأطالبهم جميعا بتسهيل معاملات السوريين وإقاماتهم ودعمهم قدر الإمكان. ثامنا، إخواننا الكرام، سامحوني إذا خرجت عن الأعراف الدبلوماسية قليلا، هناك كلمات أحب أن أقولها لكم أمام جميع شعوبنا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوقفته امرأة في الطريق فقالت له: اتق الله يا عمر. فقالوا لها: أتقولين هذا لأمير المؤمنين؟ فقال: دعوها، فلا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. وأنا أقول لكم بصفتي أصغر إخوتكم: اتقوا الله في شعوبكم، وحصنوا بلادكم بالعدل والإنصاف، وازرعوا الحب في كل مكان. شعوبنا تتوق للمزيد من الكرامة والعدل والمساواة، وأنا متأكد أننا لو مشينا بين الناس لعانقونا ووضعوا رؤوسهم على أكتافنا وبكوا من ثقل ما يحملون من الآلام والعناء. شعوبنا أمانة ثقيلة، نرجو الله تعالى أن يعينكم على حملها، وأنتم أهل لكل خير. وهناك طلب أتاتي من خلال مئات الرسائل، ولو خرج عن الأعراف الدبلوماسية قليلاً، أطلب منكم إن وجدتم ذلك مناسباً اعتماد قرار في المؤتمر وضمن ما تسمح به ظروف كل دولة، واستجابة للكثيرين بإطلاق سراح المعتقلين في كل الوطن العربي، ليكون يوم انتصار الثورة السورية في كسر حلقة الظلم هو يوم فرحة لكل شعوبنا. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله. استمعنا إلى كلمة رئيس الائتلاف الوطني السوري معاذ الخطيب، وبذلك تنتهي حلقة نهاركم سعيد لليوم. سنبقى معكم من الـ LBC لموافاتكم بكل التطورات في لبنان، وأيضا ما يجري في القمة العربية المنعقدة في قطر. فإلى اللقاء.